الله يحمك في هذا النهار اخويا، راك خويا ودوس معك كثير. قلت شي مولا محقور وغير لا تزيدوش، ما يعرف صديق من عدوه وما يعرف الشي والما هو شي. قلت شي مولا محقور وغير لا تزيدوش، ما يعرف صديق من عدوه وما يعرف الشي والما هو شي. وحق النبي أمولنا، وحق النبي وعار نبي أمولنا وعار نبي. أنا وانت الخوت الاثنين، ما فينا نيا قبرنا غير انت، يا عندك وجهين وندرقو عنك تنسانا. وحق النبي أمولنا وحق النبي. ولا غنقول لك واحد القضية، العربي باطمة راه كان ولد الحومة ديالنا، أنا ولد الحي المحمدي وكنعرف العربي باطمة وخو السي محمد الله يرحمهم اليوم. لا العربي فاطمة كان ود الدرب عندنا، ود الحي المحمدي، وكنعرف اللي تماك العربي فاطمة واحد الإنسان، واحد الإنسان تماك مثقف وعار في الفن في كل شيء. دابا هو دابا غادي في غادي في واحد، هو مات في 2000. العربي من الأصدقاء ديالي، دوزت معاه واحد تاريخ كبير، هو اللي عطاني الاسم ديال عزيز فيلة. فيلة هو المولف فيلة، مسرحية الزواقيطير. أنا بالكمال جا ودا سكين بالمقص، لالا فاخيتا شد شدة فاخيتا، ربي يعفو ويتوب. هذاك السيد فقدناه، وتبارك الله كان واحد السيد اللي هو نابغة في وقته، كاتب مسرحي من الدرجة الممتازة، كاتب ديال الغناء، واحد السيد لا ما ما ما, ما كاينش بحاله، ما غيتعوضش وما عمره غيتعوض بحاله. في كل شيء. علاش؟ حيت هذاك السيد عاشرته انا بزاف، كنت معاه بزاف في المراحل ديالو، حتى كنت تمرض في المسرح. درت معاه مسلسل ديال، على ذكر سميتو، مسلسل جنب البير اللي كان كيمثل فيه واعوج، كان فيه مطاع وعمر السيد. درت معاه مسلسل الكواليس اللي كنت انا كنمثل نور الدين بكر صغير. واحد السيد معاكي اللي عنده واحد يعني كما كنقولوا عامر عامر عامر، وكنت انا من انا عزيز عليه بزاف. ما عمره حط القلم، هو ما عمره حط السيد، ما عمره حط القلم. فاش كتوصل واحد الوقت كيقول لينا خوتي خليوني، كيسد عليه واحد 3 ايام ولا 4 ايام كيكتب. ما كتفرقوش الكلمه الحلوه، وما كتفرقوش القافله اللي مابقاش عندنا دابا، اللي فقدناه دابا. دابا انا الدور ديالي دابا هنا، باش تعرفوا انا في هذه الساحه هنا، الدور ديالي هو نحيي داك الغنى القديم، ونرد داك المسرح لو تياتر ديال الشارع، ولكن بالفطره. علاش؟ حيت كاينين الدراري كيديروه دابا اكاديمي، يعني بالقرايه، ولكن انا كنديرو فطره كما كان في الاول ديالو. هذا هو الهدف ديالي من هاد الجلسه هنا، وهاد هاد الناس باش يعرفوا هاد الجيل اللي فات، هاد الجيل اللي كتهضروا عليه نتوما دابا ديال العربي باطمه والناس الجيوان. هو متخلق وما فيهش تكبر، وفي الانسان مزيان تخلق، المهم وضيع تواضع، كيهضر معك عادي هانيه، المهم بنادم الله يعمرها دار بالجسم ديالو والتعامل ديالو الله يعمرها دار، وفنان الله يعمرها دار. كان متواضع وكان مربي وكان ولد الشعب، هو ولد الحي المحمدي. والغيوان كانوا عندهم مبادئ، كانوا ماشي كانوا كيغنيو على قضايا زعما وطنيه وعالميه. واش غادي نقول لك، العربي باطمه الله يرحمه كان مزيان، كان متواضع وكان كيكتب الشعر ولا الزجال وداك الشيء، وتقريبا هو اللي كان هاز المجموعه ديال الغيوان. كان واحد الانسان زعما واحد الانسان عظيم، كان واحد الانسان زوين، فهمتي؟ ما كان مخلاق في
الثقافة في أي حاجة. نتخلق الله عمرها دار، داك الشيء كان عنده مزيان، ما عمر شي حد سمع لي شي حاجة خايبة، ما عمر شفت في الحبس، ما عمر عاير شي حد، ما عمر حتى حاجة. نتخلق من دار درجة كبيرة في الأخلاق، الغيوان كلهم كانوا متخلقين، حتى عمر السيد تا هو كان نتي تا هو الله يشافيه مسكين، تا هو هذاك الجيل، هذاك الجيل ديالنا حنا، وكنقولها بكل افتخار، حنا كنتسمى من الرواد، من الرواد. الجيل ديالنا حنا كان في شكل، مع احتراماتي لهذا الجيل ديال دابا، ولكن حنا كان عندنا واحد العالم ديالنا قديم. فين غادي بيا خويا، فين غادي بيا، فين غادي بيا خويا، فين غادي بيا. هي انا كنعرف الوالد ديالها، ربما الوالد ديالها من لاج ديالي وداك الشيء، وانا ولد الحي المحمدي، وهي ما كانوش تما يا ما الوالد ديالها من هذا. على اي حال، المهم اللي بغي نقول لها تلتزم بالفن، لان الفن شي حاجه راقيه، وهذا الشيء اللي بديت كنسمع عليه وانا خا انا ما كنهتمش بزاف هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي، وهذا لان فيه شويه ديال البساله، وهذا الشيء ولا مائع، فيه ميوعه ما بقاتش معنا. اللي كنقول لها انها يعني تمشي في الخطه ديال العربي باطمه وخو السي محمد الله يرحمهم، وتعرف بان الفن هو شيء راقي وكيخصو يهذب الاخلاق، وكل انسان يكون مهذب ومؤدب، ولا مجال لهاد الخرجات اللي هما يا فيهم سب وشتم، وهادشي ماشي في صالحها وماشي في صالح الفن ديالنا ككل. هادشي اللي كان، هادشي مؤسف اللي سمعت عليها، وهذا باش تولي في المحاكم وتولي خارجه بالكفاله، يعني كانت في غنى على هادشي وما كانش نزل هاد المستوى. انا صراحه انا عجبتني بصفتها من العائله ديال العربي باطمه واللي فنانين كلهم هذا، ولكن هادشي اللي طاحت فيه للاسف شيء مؤسف، ما بغيتوش ليها، وما نبغيوه حتى لشي فنان مغربي، ما نبغيوهش له. كانت كدير بحال ما كنقولها الله يديها، حانتوما عمامها وداك ما ماشي ديال هاد الشيء هذا، فهمتي؟ ماشي ديال زعما الناس مزيانين، تحافظ على الاسم ديال العائله ديالها كامله، ونطلب لها الله يديها. هاد الشيء اللي دارت ماشي معقول. في واحد البرنامج داك ديال سيليبريتي ديال الشهاده اعترفت خصها الى تعير الناس، قالت انا كنت كنعير الناس دابا ما بقيتش. ايوا دونك سا سي فغي، هذاك الشيء بصح ماشي كذوب، هي وقتها تعير الناس بزاف، حسات براسها بزاف. عربي كان عادي وكان كان مع الشعب، وهي حسات براسها بحال باغا تطير في الجناوح، سي با نورمال. 20 عام هادي باش مات عربي فاطمه الله يرحمه ويوسع عليه قبره. الدنيا فاطمه المهم خصها تكون اخلاق، هي فنانه خصها تبقى ديما فنانه، ما تبقاش تعير عباد الله وتصيفطها في الفيسبوك وبقى تشوفهم عباد الله، وتكون اخلاق وتكون بنت الناس. ومهم بنتي الله يفك وحيلك على خير، ونتمنوا لك على اساس انك تخرجي من هذه الازمه بخير وعلى خير، ويمكن غادي تقراي شويه. ها محبوبي طلق سراحي، ديني ولا خليني، ديني ولا خليني. يا محبوبي طلق سراحي، ديني ولا خليني، ديني ولا خليني. يا غير شاورني الله يهنيك، غير شاورني غير شاورني الله يهنيك، غير شاورني. يا انا مسعفك قصيتي كتير، انا مسعفك قصيتي كتير. يا العذاب رغبة علمتيني العذاب رغبة، والعذاب علمتيني العذاب رغبة، والعذاب رغبة علمتيني العذاب رغبة. وغير سير عربي كبير، وغير سير عربي كبير. ربي كبير على كل واحد، وكل واحد الله يفك وحيله على خير.